بتحكي الدنيا بآذارها، كمل المثل. والله ما بعرف، ما بتعرف، مش حافظ أمثال؟ بآذارها، الدنيا بآذارها، ما بعرف. صوتك حلو؟ ها؟ صوتك حلو؟ لا بدك شو يعني رمضان الدنيا. اخبارك كيف رمضان؟ احلى شيء برمضان والله، احلى شيء انه الواحد بصوم وبفطر ويعني بعد ربه. بعد ربه حسن، والرأفة والرحمة حلوة برمضان الحمد لله دائما. هون هون الدنيا بآذارها، الدنيا بآذار؟ بآذارها، بآثارها؟ بآذارها يعني، بآذارها يعني كثرة خيراتها. اي خط بتشتغل؟ الزرقاء بلعمة. الزرقاء بلعمة، المثل بيحكي الدنيا بآذارها، بتعرف تكمل المثل؟ لا والله. الدنيا بآذارها؟ لا والله. احنا اللي ما بيعرف نخليه يغني. غني انت؟ انا لا والله. ماني مطرب. شكرا. شو اخبارك؟ شاري خبز؟ والله اشتريت خبز. شو طبختي اليوم؟ والله لسه. لسه. على وشك. على وشك تطبخي؟ على وشك نطبخ. تحضري الفطور كم؟ ان شاء الله. كم ساعة قبل الفطار بتحضري الفطور؟ يعني تقريبا ساعتين، ساعتين ونص. بتبلشي تحضري؟ بنبلش نحضر ونجهز. حلو رمضان واكلاته. حلو الحمد لله، احسن من هيك ما في. الحمد لله. الحمد ان شاء الله دائما خير علينا. الله يسلمك. المثل بيحكي الدنيا بآذارها، بتعرف تكملي المثل؟ الدنيا نعم. الخير بجارها. تحكي عن اسرارها. نعم. تحكي عن اسرارها. تحكي عن اسرارها. كل عام وانت بخير. بخير، صحة وسلامة. الله يسلمها. كيف بلعمة؟ كويس. أجواءها برمضان؟ لا ممتازة الحمد لله. الحمد لله. حجي كيف أنت والأمثال؟ والله لا بأس، ممكن اللي الله يقدرنا عليه إن شاء الله. الله يقدرك. المثل بيحكي الدنيا بآذارها. بآذارها؟ تعرف تكمل المثل؟ إحنا ما نعرف عن قرارها. ما بنعرف عن قرارها. بتأمن بالحظ يا حج؟ ايه الحمد لله. الحمد لله، كل عام وانت بخير. بخير وانت بخير. سمعتوني شو حكيت ولا عيد لكم؟ الدنيا بآذارها. الدنيا بآذارها. بتعرف تكمل المثل؟ ما مر علي. تعرف؟ انا ما مر علي. والخير بشباطها؟ والخير بشباطها؟ يصير في خير بشباط؟ الدنيا بآذارها وعديك شر غبارها. يصير غبرها؟ ما جا شيء. لا والله. احنا اللي ما بيعرف نخليه يغني. لا غنى ولا شيء، لا والله. نعم يروح الويدلي. شو هي؟ شو هي؟ ايش هي؟ ايش هي؟ ايش هي؟ طلعتينا بمحمد. ايش هي؟ يا قول يا ويدل ويدلك يروح الويدلي. انت بتصلح التراكتور؟ والله تراكتور، قلاب، اي حاجه. سكان بلعمة. نعم. كيف انت والامثال؟ والله مش كثير، مش كثير. طب لو قلنا لك الدنيا بآذارها. والله هو المثل هذا ما مر علينا، لكن أنا كل واحد بعطي هيك اللي بيجي بباله. بألفه زي ما بده. ابدا بجيب هيك اي شيء بيجي على الوما. بحكي. بحكي. يعني انت بتقولي الدنيا بآذارها، وانا بدي اقول عدينا شر امطارها. شو السؤال؟ السؤال بحكي انت مسكان بلعمة؟ اي نعم بلعمة. انت بضبط الكاميرا على حالك بتقول له زي. السؤال بحكي الدنيا بآذارها. بتعرف تكمل المثل؟ الدنيا بآذارها؟ بآذارها. يعني بشهر آذار شو بتصير؟ والله صعبة شوي. صعبة. كيف حظك بالدنيا؟ والله تعيس. الدنيا بآذارها، بتعرف تكمل المثل؟ عروس بدارها. نعم؟ عروس في دارها. إيش؟ الدنيا في آذارها، عروس في دارها. يا عيني عليك، تفضل تفضل تفضل. نتعرف عليك؟ زهير الخوالدة. طب معلش تنزل؟ تازل. سكان بلعمة؟ نعم سكان. تشتغل؟ موظف. وين؟ في شركة الاتصالات. لا؟ نعم. شو بتشتغل؟ سايق سيارة. سايق. الله يعطيك العافية. كم ولد عندك؟ ثلاث. إذا الدنيا بآذارها مثل العروس بدارها. بدارها نعم. مزبوط. كيف عرفت المثل؟ خبرنا. والله عرفته مرات. بنسمع مرات هيك أنا. مارق عليه؟ مارق علينا. والله. طيب نعيد اسمك مرة ثانية للأخوة المشاهدين. زهير أحمد سليم الخوالدة من بلعمة. من نفس بلعمة. نعم. طيب زقفة لأخونا زهير. حياكم الله. حياكم الله. ألف مبروك إليك. الله يبارك. جائزة البرنامج وهي عبارة عن عبارة عن طقم حمام إيطالي كامل.